السلام عليكم. كتير من الامهات بيبعتوا يسالوني: دكتور محمد، انا عايزه حاجه تخفف الام التسنين على طفل الرضيع، لان طفلي بيعاني جدا مع التسنين. الطفل بيعيط كتير وبيزن كتير وعمال يعض في كل حاجه ومتضايق جدا. الفيديو ده هقولك ازاي تخففي الام التسنين عند طفلك الرضيع بطريقه امنه وفعاله جدا. في الاول هنقول كلمتين بسرعه عن التسنين. التسنين عند الاطفال الرضع بيبدا من الشهر الرابع لحد عمر سنه او سنه وشهرين، والمقصود هنا هو ان الطفل يطلع اول سنه. الاطفال مش زي بعض في موضوع التسنين، في اطفال بيسننوا بدري، في اطفال بيسننوا متاخر شويه، وكل ده طبيعي. ما نقدرش نقول ان الطفل اتاخر في التسنين الا لو الطفل عدى سنه وشهرين او سنه وثلاث شهور وما طلعش سنه واحده على الاقل. الحاجه الثانيه، ترتيب ظهور الاسنان عند الاطفال مش مهم اطلاقا، يعني الطفل يطلع الاسنان اللي تحت الاول او اللي فوق الاول او اي حاجه الاول مش هتفرق خالص، لان برضو كتير من الامهات بيقلقوا قوي من الموضوع ده لو الطفل طلع السنه اللي فوق الاول او السنه اللي على الجنب الاول، رغم ان ترتيب ظهور الاسنان مش موضوع مهم على الاطلاق. طيب ايه اعراض التسنين عند الاطفال؟ في اطفال ما بيبقاش عندهم اعراض تسنين اصلا وفجاه بنلاقي الطفل طلع السنه، اطفال تانيه بيبقى عندهم اعراض ممكن تبقى شديده في بعض الحالات. ايه هي الاعراض دي؟ اول حاجه الطفل بيبقى حاسس بالم، مزاجه وحش، بيعيط ويزن كتير. تاني حاجه الطفل بيقعد يعض على اي حاجه حواليه، ممكن يحط صباعه في بقه ويقعد يعض عليه، او يعض في ثدي الام، او يعض في اي حاجه موجوده حواليه. تالت حاجة الطفل بنلاقي اللثة بتاعته ورمة، ساعات الأم بتشوف التورم بتاع اللثة ده وبيبقى واضح جدا. الحاجة الرابعة بعض الأطفال مع التسنين نلاقيهم بيهزوا راسهم أو بيخبطوا على وشهم. بعض الأطفال ممكن حرارتهم تعلى حاجة بسيطة خالص، يعني حرارة الطفل مثلا تبقى 38 درجة. بعض الأطفال طبيعة البراز بتاعتهم بتتغير شوية لكن حاجة بسيطة، يعني ممكن البراز بتاعه يبقى سايب شوية عن الطبيعي، ممكن يزيد مرة عن الطبيعي، يعني لو الطفل مثلا الطبيعي بتاعه بيعمل مرتين في اليوم ممكن يبقوا 3 مرات. كمان من اعراض التسنين ان الطفل ممكن يرفض الاكل شوية او يقلل رضاعته شوية، لكن الموضوع ما بيبقاش جامد قوي. لكن عندنا اعراض بعض الامهات بيبقوا متخيلين ان دي اعراض تسنين وهي في الحقيقة مش من اعراض التسنين، يعني ارتفاع الحرارة الشديد او الاسهال الشديد مش من اعراض التسنين، الكحة الشديدة او الرشح والزكام او الامساك مش من اعراض التسنين. لو الطفل عنده اي حاجة من الحاجات دي مش اعراض تسنين، وحضرتك لازم تروحي للطبيب المعالج يفحص الطفل. طيب لو طفلي عنده اعراض التسنين وبيتألم وعصبي وبيزن كتير، اخفف الام التسنين ازاي؟ اول حاجة حضرتك اغسلي ايديكي كويس جدا جدا وافركي اللثة بتاعة الطفل اللي فوق واللي تحت لمدة دقيقتين او ثلاثة، وكرري الموضوع ده كذا مرة في اليوم، ده هيخفف الام التسنين. تاني حاجة اشتري للطفل عضاضة من الصيدلية وحط العضاضة في التلاجة لمدة 5 دقايق، في التلاجة مش في الفريزر، وسيبيها 5 دقايق تبقى باردة شوية وبعدين اديها للطفل يعض عليها، ده بيخفف الام التسنين بشكل ممتاز جدا، وكرري الموضوع ده كذا مرة في اليوم. لكن خدي بالك من نظافة العضاضة، ضروري تغسليها كويس جدا قبل ما تقدميها للطفل. الحاجة التالتة في حالة الام التسنين الشديدة جدا ممكن ندي الطفل مسكن خفيف لمدة 2 أو 3 علشان نخفف الم التسنين، وافضل الحاجات اللي بنستخدمها بامان مع الاطفال الرضع هو مادة الباراسيتامول. لكن في الحالة دي حضرتك لازم تستشير الطبيب المعالج الاول علشان يحدد لحضرتك الجرعة المناسبة على حسب عمر الطفل وعلى حسب وزنه. دي كده افضل وامن الطرق لتخفيف الام التسنين. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشترك في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.